السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم الخوت في كانتي الدوزيام كانتي ديال اليوم الاحد اللي غادي يمشي في الرينيو كات سانكيام كورس بري دو مولان مع الخامسة و25 دقيقة في الفيشي كما غادي نشوفوا الكلاس كات هانديكاب كاتيغوري ريفيرونس زائد 34 12000 اورو لا ديستانس ديالها 1000 متر 12 عود غازون كوردا غوش يعني الفيشي ما فيش كوردا غوش شحال من واحد يمشي غلط الفيشي بصفه عامه فيه كورد ادروا هما كتبوا كورد اغوش يعني لا لين دروا غيمشيو على اليسر يعني غيخرجوا نيشان ما غيدوروا لهنا لهنا ولكن غيمشيو نيشان ولكن على اليسر هذه هي المعنى ديال الكورد اغوش كان عليهم يكتبوا لا لين دروا كورد اغوش مي تنظن ان 100% غتكون لا لين دروا المهم الخوت المجموعه اللي مشاركه عندنا خيول كبيره كاين اللي كاطرو حتى الخيول اللي عندها 11 سنه كاين شوت اند دارك الخيول ديال لورون سيندرا عفوا شوت اند دارك هاد الخيول كانت اصلا ديال فابريس شابيت ولكن ملي كتكبر صافي تدوز للريكلامي كي شتو هادوك الملاك الخيول اللي تيكونوا شويه ضعاف شويه على كل حال شوت عند الدارك بيناليزي هاد العود هو اللي كان ربحهم في التيران ديال مولان وكاين هاد الكوينز اوف ذا نايت العود عنده 58 في الاعتقاد ديالي غادي يباطي الكارت في 58 كيلو وكاين هابي دريم هاد العود لاكورد ان غادي تنفعوا لاكورد ان بزاف واحد النسبه كبيره غتنفعوا لاكورد ان كاين ماديسون فانزاليس ميكاييل بارزالونا عاود هو تيدير لا ليندر شاف ويشاف هاد العاود 11 سنه ولكن عنده واحد لاكورد اللي هي ربما تاثر علو ربما في الاعتقاد ديالي تاثر علو كاين الرقم 6 شينينك فورت اوليان لوميتر وكاين ميكيليما العاود اللي كان دار 6 بلاس في 800 متر في الشونتي اللي في الريكلامي وكاين دان دياز اوراني عاود عندو لا رونطري مي تيبقى لو الكوردة عندو صعيبة شوية كاين الرانونس هاد العاود مع عمرو ما خسر في الفيشي ديما في الفيشي ملي تروا برومي رقم 9 ربما رقم 9 هو لا باز غدا ديال الكورسة وكاين هي بابيلا هاد العاود هادي اولا هاد العاود عندو 6 سنوات ديما كيمشي مع رقم 9 ديما كيجي معاه كاين لوف تو اكسل كذلك هاد العود كيمشي معاهم ماي هاند دريم دوزيام راجع لاليندروا لاكورد 10 يعني في الاعتقاد ديالي لاكورد صغيره غتلعب واحد الدور اللي هو كبير ولكم الاختيار الخوت في الخيول بالنسبه لي فافوري هابي دريم وشاف ويشاف يا اما هابي دريم يا اما ويشاف واما حتى واحد فيهم لان الكاتيجوري تقريبا عندهم واحد النيفو متساوي نيفو واحد سيكوند شانس 4-9-7-1 والاوتسايدر 8-11-12-6 هاد الكاتيجوري هادي عندها نفس المستوى يعني 12 عاود الكل شيء غيكون متساوي يعني فيت اتونسيو ولكن الكوردة صغيرة غتكون عندها واحد الامتياز في لاكورت صغيره النوامر اللي عندهم لاكورت صغيره غتكون عندهم واحد لاكورت صغيره الان بيناليزي الان بيناليزي 2 كيلو في 5 ولكن دال لين دروا تبقى يقدر هذا العود يفيني شينينك فور 6 نقصوا ليه مشى معاهم دار نو بلاسي هو الكرون فافوري كان مشى معاهم كرون فافوري وتنظن انه غادي يرجع ليهم لوف دو اكسل ودو والويت والديس هادو ناقصين ليهم هذا الباسي في الميل سيسون هذا الباسي في الميل سيسون كما كتشوفو فونتين بلو الخمسة كاتريام والكات سانكيام مارسي بوي لي دوز دوزيام والأون سانكيام والديس ويتيام هنايا الان هو اللي كربحهم في لاليان دروا وكان 7 3 والدوز 5 والاون 6 والسيس كان كرون فافوري كان دار 8 في الاعتقاد ديالي الخوت لكم اختيار انا غادي ناخذ واحد 6 ديال الخيول نلعبوا فيها اول عود ديال لاباز
في الاعتقاد ديالي هو الرقم 9 الرونونس عود سبيسياليست في لاين دروا في الفيشي واخص في الفيشي. العود اللي كيمشي معاه كاينين بزاف ديال الخيول كيمشيو معاه وكيبلاصيو. اول عود هو الرقم 6 شيلينغ فورت عنده لاكور دو في الاعتقاد ديالي غيكون حاضر، يعني ناف 6 غادي تكون حاضره غدا في الكانتي. العود الرابعة الثالثة الإخوان غادي يمشيو عند لوف دو إكسل الرقم 11، عود غادي يكون من الخمسة الأولين وعندي نسبة فيه وعندي فيه الثقة. الرقم 11 لوف دو إكسل عود دار معاه سانكيام، يعني ناف 6 11. والعود الثالث الرابع يكون الرقم ماديسون فانزاليس رقم 4 عنده 58 كيلو، وانا ضروري خصني نحط عود ديال 58 كيلو. كان الدو عنده 58 كيلو والكات عنده 58 كيلو، وانا كنفضل الكات، انا فقط كنفضل الكات اذا ربما هو اللي يقدر يدخل. العود اللي من موراهم هو هابي دريم كور ذا ان بينيير جوز باريس، العود كان خسر معاهم في الفيشي في لالين دروا في لاكور 13 بستين كيلو، كان عليه ماكسي بيو. دابا تنظن انه شتو هاد بينيير في لاكورد عاود عنده 7 سنين يقدر يكون هو العود اللي يقدر يدير من الخمسة الاولين. واخر عود هو فيا كابيلا لاكورد ناف، عود تمشي معاهم ديما في الفيشي وكيكون حاضر وخا عنده ديك لاكورد ناف تبقى ممكن. هاد العود ممكن تقريبا فيشي عنده في 2019 تروازيام وكاتريام دوزيام بروف ديال الكانتي، يعني الكانتي كان مشى في 52 هو كان جرى في دوزيام بروف وكان دار كاتريام بلاس في الاعتقاد ديالي مع بعض الخيول ربما المشاركة. كان الناف هو اللي كان ربح والعشرة كان دار كاتريام والأون والتروا كان دار نو بلاسي فافوري بستين كيلو في لاكورت 13، يعني لاكورت الصغيرة كتلعب دور وربما الكوردة كبيرة يقدر يجي فيها شي عود، وتم الاعتقاد ديالي الكوردة كبيرة ربما عند هاد العشرة. هادو اخوتي مسد الخيل ديالي التروا والكات والسيس والناف والديس والأونس، هادو هما اللي شوفو ديالي. واخيرا اخوتي وليس اخيرا كنتمنى لكم التوفيق ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.